بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشكر سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر. بعد شكر الله تعالى، إنني أشكر الشيخ عبد الرزاق رئيس مؤسسة أنصار السنة الذين أعدوا هذا الملتقى، وأشكركم جميعا أيها الأحبة. لست ذلك الرجل الذي ذكره الشيخ عبد الرزاق، بل أنا أقل من ذلك، ولا يسعني إلا أن أقول كما قال أبو بكر الخليفة الأول عندما مدحوه الناس فقال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. إذا كان ذلك أبو بكر فماذا عساي أن أقول؟ نسأل الله يغفر لي ولأخي الشيخ عبد الرزاق، ويجمعنا جميعا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أيها الأحبة، ولا ليال سوماليغا واقعنا، لكن أف سوماليغا علماء كوها لكم أهل ذكري سومالي جعبر سن أيام وطا إن شاء الله إلهي هيك أقبله. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عنوان كاليسي يملي دورتي وحا وحسن الخاتمة. أيها الأحبة، قفك مسلم كا أدونك أوجوغ مانتا وحلق مهران أدونك وكتك دونا ودمن دونا مسلم إقالة وحيسك الراعين أدونك قفك إنو كتك دونا سومالي دو حيد هذا لمهران وعوز جلاليت لمشهد ولا مهران. فلذلك قفك استو لمنايا إلى هنا وهر تجدونا سبحانه وتعالى. لكن وحلو بهنيا كلي واحد تهي قفك مركو حجابتو دنتو أم تو دمن كهر وح إله سبحانه وتعالى وأفسنا يا سدو أسق أهنجري دون في عنها الله سبحانه وتعالى سوى خيرك وناجي عبادتي كجرا كسجن أي إله سبحانه وتعالى نفتك قاضيا. أما دينتي هايستو توحيدك استقامتي كدجن. لكن هدون خير بالها إلهي سبحانه وتعالى خاتم حمى أيو سبحانه وتعالى أيو سينايا خاتم حمى أيو كل منايا. كل امرئ مرهون بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قف كستا وحو مرهون كو ياهي أما كو حرين ياهي عمل كيسا هدو خير كشيقين جري إلهي خير أيو أقو أقدقا يا إنو أدوينان كقبحو أما كو خاتم استو. إنما الأعمال بالخواتيم. سبحانه صلى الله عليه وسلم وحكى السجن إنه نشأ حديث معروف وصحيح حديث ابن مسعود حديث كديرا وحنا شجعي سبحانه صلى الله عليه وسلم إن دتك قف سمينا عمل صالح سيدتك أي أجدان. لكن مركي أجلس زي سود واتو وحوك دقائق يا عمل حن مركز وكو خاتم السنة يا نارت أيو جلايا قفنا فيما يبدو للناس وحسمينا يا أعمال خير أعمال حن، لكن قلبي جيسي أي توبد يقوم ما أي حك دلائم إنه معناها قف وحي وسمينا وجعلين الله سبحانه وتعالى باطن كي تسدوها أي أقو ختمنا يا سبحانه وتعالى وحك لمنا يا وناك مركي أجيسي سود واتو أي عمل وناك سمينا يا إلهنا سبحانه وتعالى وحن ودر دامي مركزتا إن كود لأنه قف كستو خاتم ماذا إنه وناك خاتمه وناكسة إنه كل إنتو إليه وتولي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دولك إيمان لقاه لأيه الله وحليه الله كبقى بقد انت ربت كبقى الله سبحانه وتعالى أدويننا الله سبحانه وتعالى هايدين أفصد إذنكو إسلامك يا مدينة كسوغن. الله وحشه سبحانه وتعالى قفك مركو سكرات الموت كجرو ملائك إنه إيمان دونتو ملائك تاس أيقو بشارين دونتو إنو بقدن وإزغنن إنو مرغونن ووقت الأقوح نقفك أدوين وكتغاي. النبي عليه السلام حديث عائشة وحكو الشغي رضي الله عنها وحودها قفكي
الله سبحانه وتعالى لكل كيسة مجرتا أما جعل هذا إلهي سبحانه وتعالى وجعلنا إنه لكل ما قف كنا عنا إلهي سبحانه وتعالى إنه لكل ما إلهي سبحانه وتعالى ونعيا إنه قف كاس لكل ما عايش وحيد هذا رسول قال له ده وحكة هل زواج دمشق قف النجا النجامد دمشق هذا جعل هبا يرات اللمه لا يو نبع سامح كده أرك أساس ماهن قف كستان دمشق هذا تكوين عبيهن لكن قف كمرك سقط الموت قرأ ودي نفط اللقى صار الربا إلهي سبحانه وتعالى مقامك وكلها آخرة أيالاتو سايادوني ونقصن أها جندي إحر العين تي إلهي أسوى بندقى سبحانه وتعالى مركز وحو ملعسنا يا إلهي نلكل ما سبحانه وتعالى هدي قف خير بلوها نأردان لأوها الله سبحانه وتعالى حوتو سايا عذابتي يوحي وأساق شقيستي مركز وحو نعايا وكهسنا يا إلهي نلكل ما جل في علاه الإمام النووي يقول له هاي جعلك نبت قفك إلهي ولك الم جعلنا يق إلى إن 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 إلهي ولك الم ومرك قفك سكراتك سكرات الموت وكسرني هاي مركز عدانا إسا دي وحي لا تسي وأنا كنت هاي إلهي ولك الم يجعلنا يا دي وح ولك الم وسقو شق استي وكحسنا يا فلذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قفك مسلم كمؤمن كنبتئه دونك مركو كتغايو وسقط الموت وكسوغن يهي ملائكة يا أبشارين نساء حلاذا هبق هنا مرغون وإبشار جنة الله تعالى أيبه يا أبشارين نساء لكن قال هذا إله وحنا الشيخ سبحانه وتعالى مركو النفط اللي قاد سورة الأنفال إله كشيخي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الله يحوله سبحانه وتعالى نعم محمد هداد أركل هاد كوا قال هذا مركي النفط يكب حيسو ملائكة النفط كقاد يسو حق هرأي حق الدنباء يلغى قراء عيا هسا النفط يكب حيسو آيات كلنا سوطة عام لا يحوله وحلو أرنا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نفس الدين كسر عداد كسر كرتان ما أنت وحان لقى أبا المرنا يا عذابتي درنات فلذلك سلاس أي قفك مسلمك أي إله سبحانه وتعالى مركو موتك معناها وكسوغن يهي لو بشارينا يا إلهي نوحنا سبحانه وتعالى قفك رجينا إله سبحانه وتعالى إيمان أنت الدنب إله وحو الشيء عمل صالح حسما يو إلهنا يؤو شركير ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلذلك قفك واحد في عن مركزته عمل صالح وكسوغن يهي إلهي سبحانه وتعالى عيد قرآن حكوده هي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا وردجه أنيقا لاندير إلانقاب الشراف يقومس ودوان إيسان وحد الله ودوان سبحانه وتعالى وحد هاي إيمان التي ما دان يعمل صوبا إله ودوان سبحانه وتعالى ما نند قيام إله وحنا الشيغي وما نند قدرا أنبياء الله تعالى وجمعنا يا وويدنا يا جل في علاه دولكي يقومكي نأذين دري محاد كلك ولنتين ويسكون حياء عيان وحي أرنايان سبحانك لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل الله يو وحان كلاسو عنو هوا يالاتي أنا كلاك ولنتين دولكي أدنودرتي أم أقوام تاني أدنودرتي لما سعون ابن عباس عليه من هول الموقف لبك جراه ما لنت قيامة درتي ذا يكو إلا وين جهنم ويقو حيسة لها تقيدا وزفيرا نبي كستو حليه نفسي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحكودها وآد وجعلها رضي الله عنها ما أنت أدين وحرف وديسو آخرة لكن وح أنكو قابنك رهابا يراته مجرى يكودها سبحانه صلى الله عليه وسلم إذن أنيقى أذيقى تنتاقنها إلهي سبحانه سورة الزمر وحنا أقول شغيب ما لن دتك اللي حسابنا دتك أقوه الرأيو وإلهي سبحانه تعالى حسابت اللقو قادة وحاوي وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وحال الإيمان دتك شهادة كدنتي لإعلاء كلمة الله إلهي ودرس كدنتي والصح ذا أهد إيو أنبيذي أي الله قبلا ويا حسابتا أدنى أنيقى أذيقى ما لنتاس هلكين جوقنا فلذلكم أنبيذنا وحي أقول دردار مجرين دتك أيقى أدو عرورتنا دتك أدو وحي أقول دردار مجرين إني خاتم ذا خاتم ذا خاتم وناكسن أي كدنتان وحي نجري إلهي وحنا الشيخ سبحانه وتعالى إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام إنه هي دردار كيس وحكم ذها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحكودا هي يعقوب إبراهيم عرورتو دي وحيو قدر دارمين إله الدين تان أيوه إذين دوري سبحانه وتعالى هدان سومالينا هاي إله المسلمين أيو نغدقاي دين تان أيو نو دوري وحد مركز لمن أيسان دين تكود انت قفك وحا مركز لغا لغا مرمان أيتا هاي إنو كود دالو خاتم هذا إنو ونكسدو غير ذا وقت إنو إيمان أيسان من نقانو وتو النبي قال سام حديث صحيح كود هاي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا ذا وحد كوها تا قف مرتئة أما قف ودم مراي وترنزيد كوها ابن عمر روحو راي روحو دهي هدي قبل كود عو وحكو حساب تنتا إنه واقع كبرينين هدو واقع كبرين واحد كل حساب تنتا قبل كأنه كود عينين وقت قد لما شد عند منا ما نقانه يقف مركز وحلو باهي استقامة دي عبادة دي عبسد الله تعالى إنه كسو جنيهاي النبي يوسف عليه وعلى نبينا السلام دعاء زوجها وإله نشى غي وكد عستي توفني مسلما والحقني بصالحين إله يو أبصر أنا هو مسلم إيه كوا وناقصنه إيوا الحقني بالصالحين ايضا ايها الاحبه النبي عليه السلام لو حكم دها دعائي سكود دعتين جري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله يقلوب ترقرقو قلبك كسوك دين هذا ايو كود دعتين جري النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كان ربنا صلى الله عليه وسلم يقول هي انما الاعمال كالوعاء اعماش قفك وسمي سناي وسيدي ويل اوكلي اذا طاب اسفله طابع أعلاه هدي ويلك سلكي سهوس ويهي مد في عنو نظيفة انت صرنا وحين قلنا سا مد في عنو نظيفة هدي ويلك هوس كي سلكي سا ويهي مد خربان وسخه قصب واحد ويلك كركة وقصر رئيسة إن قلنا سا ميل خربان وسخه فلذلك نبي عليه السلام وحنو شيئا حديث كان قفك إنو خاتمه وناكسا ووقت كي سا كودا ميستو أيضا مؤمنين صالحين تا وحيكود عيسين جلين يقلي جلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله يو الدنوب تاني نو داف إيو وحن قف وقال لنا إلهي ونو دم داف وحن نفتا نغا أبستانه وحاد وتوفنا مع الأبرار محن نغا يشا كوي هل الخير يوانكسنا باريين تاها نغدك فلذلكم نبي عليه السلام وحو إلهي سبحانه وتعالى كما قال جلي إلهي إنه كما ينقليه فدة المحيا والممات ذاتك النول ذاتك لنتي في النظر إلهي كما ينقليه علماء ذو حليهن ذاتك لنتي في النظر وحاوي عند الموت قفك مركو سكرات الموت وكجره حسن الخاتمة وحي وبدن تاي وحا أذيق أهان جلتي مركا حيق تاي مركا في يويد سيدا آتهاي أي إلهي كوهود مانا سبحانه وتعالى خاتم ذا نبي عليه السلام وحوده من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك يقود دم بيسا أريق كود واقع الدنيا مركو كتغاي كلمة ستوحيد كود واقع أهل الجنة يكمد يهي من أتكار روحهم مغلى حديث كان روحه دهي حدا بان سي كلمة سي برنا حدا سي حفظنا ورهدا حفظنا شاكدا مئه مركز سكرات الموت وكسو فولو تي وحد أهان دي تأذي وحي دا مؤمن أي أهد إلهي توفيق يكوا فجنا كلمة دا كود واقسا حدا أهد خير بيننا كلمة دان مهلا لكرتيد ولذلك خوفك مركو دينتو ما ننت قيامة قبرك سؤاش اللي ويدينا وسؤاش أرديدا يرير المها عرورتان يكون دكتان دكسي مركي سكولك لقيناي ما أفرجرت اللبرا محال برا من ربك وما دينك سمهن الله هذا وكما دين هذا سؤال اللي ويدينا وأنا قانو عرورتان أي قانان أي كلس ويدينا ما ببهن وحينا سو حفظ سيد أو ممكن إن كير ملكي سؤالك هو ديان أتكو جوابتي أنت سكري يا لجوء دينا يا أنت سنه وشيء فضد لكن واحد قال إن سيلاء على وحده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى يسقى كسقى يا سبحانه وتعالى قولك توصن هو مؤمنين تأه الدنيا ملكي كب تجايان ونفتا إلى الله تعالى ولقسي قاضي إيه ما لنت آخر إلى يا قول ثابت إذا قفك إلهي السغي أي قفك توحيد كاس يسؤالها كجواب دونه لكن قفك أن إلهي سبحانه وتعالى السغن وأسأل مركو حيئها دينتي خيرك يواناقي أن كشقين واحد أغانيسا كلمة دانكم مرد واقع كرا أسئلة قبرك اللوه دين دونه
كما جواب كرام. فلذلك خاتمة ونكسن وحكم ذا قف كينو دنتو السجع عبادة كسوغن. الإمام البخاري وحلاجة وريي وحلاجة سو لشيء إن أسو ساجد إيه أسو سجود سن لا نفتك قاضي دنا وحنا هنا أسو موسيقى جراء نفتك بعدي يوتيوب كوجرتا. إذا خاتمة ونكسن وإن استقامة يدين تا قفك مركز قلب جيسا وإنه إله تعالى كبقى وإنه عرب كيسا مركز كقوين هاي ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلكم الدنيا وما لا قتغاي وان كتغينا دي آخر أيان آذينا إلى نوحوش سبحانه وتعالى بل تحبون بل تؤثرون الحياة الدنيا الدنيا دان ير ترنزيت كأه أياد معناها إسراعين إنسان آخر دي باقي أهدنا واد إلا ودين أيودي الله سبحانه وتعالى. إن شاء على وحده لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حي وباقي دي أدوية نهل مدوارته نيم محمد أي أوار الهد صلى الله عليه وسلم. فلذلكم كلمة إذا أنت سيان كسوه قبل قبينا يا وحن أسيبي الله يوافق جي وحن قلد منه نفسد إذا شهدنا يكا هذين أدبا إذا إنك مهد علينا يا أدبا إذا سلاما يا إلهي سبحانه وتعالى هنقر إلهي هنوكل ميو في الجنة مع ذوينا وأهلينا. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا والوالد والدينا وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.